عمر صدق انك جيت كان قلبي حاسس اني عايشه ما مش معقول تسيبيني لوحدي انا اتفقت معاك اني هموت الاول بعد الشر عليك ما تقولش كده عايز افضل باصص لك كده مش متضايق من يولوك ده زين مين اللي كانت معاك دي؟ عندي معرفة قديمة بتساعدني عشان اوصل لك معرفة قديمة منين يعني؟ قدامنا نص ساعة مش هنضيعها في الكلام عليها خديجة عاملة ايه طمني عليها؟ خديجة كويسة وليلى كانت بتكلمني قبل ما يخطفوني على طول وقالت لي ان خديجة تعبانة وقلت لها توديها المستشفى كان مالها؟ كلهم كويسين فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هقول لك. الو؟ ايوه يا ليلى. في ايه مالها؟ الحقيني يا ندى، خديجه مغمى عليها، انا بحاول افوقها بس مش عارفه اعمل طب اطلعي بيها على المستشفى وانا جايه على طول. عليا؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده سيبني؟ اني مش هشوفك تاني ان هما مستنين الوقت المناسب عشان يخلصوا مني ما تخافيش من حاجه خالص انا راجع بيكي ما تعملهمش اللي هما عايزينه دول مجرمين انا هعمل اي حاجه عشان خاطرك اللي بيحصل ده بسبب ملف سلافا هو ده الملف اللي انا كنت شغاله عليه في حاجات هتفضحه انا جبت الملف معايا وانا جايه عشان لو حبيت اسومه ايه الملف ده خطر جدا ما في أي خدمة منك وبقولي على الرقم الموضوع ده بيني وبينك ما تقولش لحد عليه ماشي ما تخافيش أتمنى تكون اتبسطت ها مش يلا بقى ولا محتاج وقت تاني عشان تفكر أنا فكرت وافقت يبقى عين العقل بس محتاج اشوف القاعه عشان اعينها تمام ابتدينا شغل